ايه ده؟ كلام جامد قوي. ما كنتش عارف انك انسانه قوي كده. عمر انا فكرت كويس قوي وقررت. قررت ايه؟ هرجع لك كل ما اللي ما اخدته منك. ده كرم كبير قوي. طبعا فلوسي هترجع لي، ده من غير كلام. بس انت فاكره هترجع لي فلوسي وهسيبك تمشي كده؟ انت عايز ايه بالظبط؟ اكيد عرفت من حركه امين ان انا قالب عليك الدنيا. النصيب جابك لحد عندي هنا عشان اخد حقي. انت عارفه انا عشت في الم قد ايه؟ واضح ان الحب مع واحده زيك غلطه كبيره. ما تنكرش ان انا حذرتك من مشاعرك ناحيتي. انت قلت كده فعلا؟ طبعا الغلطة عندي انا. طيب وشريف؟ حذرتيه هو كمان؟ مفيش داعي للغلط يا عمر. انت ما شفتيش مني غلط لغاية دلوقتي. انت ما شفتيش مني الا الحب، وانا ما شفتش منك الا الكذب. ومش هسكت. Please. أتمنى تكون الحفلة عجبتكم، وأتمنى من السادة اللي جايين يتبرعوا يسلموا الشيكات للمحامي وصديق رحلة العمر دكتور مصطفى صبري. ودلوقتي اسمحوا لي أرحب بشكل شخصي بضيفي العزيز الشاب اللي جه مخصوص الليلة دي علشان يدعم المشروع من غير حتى ما يعرف تفاصيله. رجل الأعمال المصري الألماني صاحب مشروع كايرو كابيتال مول، مسيو عمر هداية. مساء الخير. زي ما حضراتكم عارفين كنت هوقف مشروع كايرو كابيتال مول، بس حظي كان حلو ان قابلت مراد بيه اللي كان زي اخ كبير ليا. انت مال ايديكي ساقعه كده؟ محمد مراد عندي صداع فظيع، عايز اروح البيت حالا. تروحي ايه يا كرم؟ الحفل حفلتك، اقعدي. بس رجليا مش شايلاني، استحملي شوية. اسمعي، تعرفت على زوجته الجميلة سوفيناس زهير اللي لما عرفت من مشكلتي مع الحكومة حلتها وانقذت الموقف. أنا مش عارف أشكر العيلة دي قد إيه، بس أنا هنا مش عشان أتكلم عن شغلي، أنا موجود عشان دار كارما. لما الدكتورة صفيناس كلمتني عشان نجمع فلوس لدار الأيتام، ما كنتش عارف مين ورا الفكرة الجميلة دي. فجيت معايا في جيبي شيك بثلاثة مليون جنيه. لما وصلت عرفت ان صاحبة الدار الانسة كارما النوار. واللي مش عارفاه صفيناس هانم ان احنا معرفة قديمة وقابلنا قبل كده في اوبرس. انا ارت كولكتر وكنت رايح اوبرس عشان اشتري لوحة جزيرة سعيدة للفنان محمود سعيد. If you don't know, he is, in my opinion, the most important and leading modern painter in Egypt. يعني يا كرمة ما قلتليش انك تعرفي عمر هداية؟ اصلي ما كنتش عارفة انه حضرتك عزمتيه. للأسف
اتأخرت على المزاد وعرفت إن في حد اشتغل لوحة قبل مني، فروحت هوتيل عشان أشتري اللوحة من اللي سبقتني إن هي كارما النوار. فعلا عرفت أخد اللوحة منها، كنت مبسوط جدا وعرفت حاجات كتير عنها، أهم حاجة إن هي مش بتحب الشيكات، عشان كده أنا مش هقدم الشيك ده. أنا قررت إن شركتي هتساعد في بناء دار كرم من أول طوبة لآخر طوبة. إحنا لازم نشجع اللي زي كرمة، اللي زيها مفيش كتير. شكرا. دخل اللاين الجديد بتاع الكوزماتكس بناء على ثانك يو. دراسه جدوى اخذت مني حوالي سنه. طب يا حبيبتي ليه تتعبي نفسك؟ انت مش معينه المهندس سامح مدني عشان يعمل دراسات الجدوى دي؟ اكيد اكيد يا حبيبي، بس كل ده تحت اشراف انا طبعا. انا كان بيجي ايام مش بلحق اشوف ابني، بقعد بالاسابيع مش بشوفه. تخيل. ده امتى الكلام ده؟ انت بقالك اسبوعين ما عدتش الشركه. الاسبوعين اللي فاتوا بس يا حبيبي، عشان عيا مالك وانت عارف طبعا. ايه ده، هو مالك عيان؟ ثانية واحدة بس يا جماعة، هنروح نسلم على حد اونكل صفوت ونيجي على طول. اوكي، ماله مالك؟ تعالى حبيبتي. هو مين اونكل صفوت؟ اسمح تخرس وتقفل بقك اللي عمال ينقط جهل وهبل قدام الناس ده. اخرس؟ عيب يا سارة، ولو سمحتي احترمي نفسك معايا. مش معنى يعني ان انا ساكت من ساعه ما اتجوزنا انك تبقي فاكراني عبيط ولا ضعيف. انا فاكراك الاثنين بصراحه. الاثنين؟ شكرا.